أهلا وسهلا متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء بمناسبة ذكرى تأسيس ولاد الأمة واللي كانت يوم الأربعاء 8 ماي. الآن جمعية محبي الوداد ومنخرطي الوداد الرياضي قاموا بمقابلة اليوم فيما بينهم تخليدا لذكرى عيد ميلاد وداد الأمة والذي يصادف 8 ماي. إذن كيف كتبوا معنا متابعين قناة شوف تيفي؟ جمعية محبي نادي الوداد الرياضي أمام منخرطي الوداد الرياضي. في المقابلة كتلعب هنا في مدينة الدار البيضاء، أحد الملاعب المتواجدة بالمدينة القديمة. يعني عشاق الفريق. يعني المقابلة فيما بعضهم باش يحتفلوا ذكرى تأسيس نادي الوداد الرياضي وداد الأمة، يعني بالأقمصة الحمراء والبيضاء اللي كتحمل ألوان الفريق الأحمر ألوان نادي الوداد الرياضي، وأيضا كتحمل الأقمصة اللي لابسين راية المغربية خريطة المغرب عفوا. Thank you.
ديالنا واحد
Sim, 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 sim